ورحمة الله وبركاته. بنشرح النهاردة بنكمل العمل كواليتي كنترول ديزانتجريشن تايم. هنا يعني وقت التفتت بتاع التابلت نفسها، وده مهم جدا لان السيجنيفيكانس بتاعه ان هو بيأثر على الديسوليوشن ريت بتاع الدراج. يعني لو ما حصلش ديزانتجريشن ممكن ديسوليوشن يتأخر جدا، ولو ديسوليوشن اتأخر الابزوربشن هيتأخر، وبالتالي الافيلابيلتي هتقل، وخصوصا في حالة البورلي سوليبل دراج. السامبل بتاعتي 6 تابلت 6 تابلتس، السامبل بتاعتي هتبقى 6 تابلتس. اوكي سامبل 6 تابلتس. الاكويبمنت الجهاز بتاع الديزنتجريشن اسمه يو اس بي تايب ديزنتجريشن اباريتس، والستوب ووتش من الحاجات اللي معانا مهمه في الشغل. اوكي يبقى تابلت وجهاز وستوب ووتش. نشوفها بطريقه عمليه احسن، نشوفها بالشكل العملي احسن. اوكي ادي الكاميرا. اوكي ده الجهاز ديزنتجريشن اباريتس يو اس بي تايب. اوكي الجهاز ده شايفين عندنا هنا اور مينت سكند. الرقم ده يعني معناها الجهاز لو انت شغلته وسبته شغال هيشتغل 8 ساعات و 57 ثانيه، ده هم مالكش دعوه بالرقم ده خالص. اوكي احنا بنخليه اعلى حاجه عشان انت تفضل تشتغل وتقفل ما يوقفش مننا، وفي نفس الوقت وانت شغال لو السكند دي بادئه من الصفر تقدر تعتمد عليها بدل الستوب واتش. اوكي لو زميلك اشتغل قبليك خلاص وانت ما خدتش بالك وعملت ريسيت للجهاز، بنعمل ريسيت من ريكورد ده من ار اي سي ده، خلاص نتك عليه مره كده وتك تاني على الاور كمان مره. اوكي فبالتالي بيروح جاي ايه تبدا تاني لما تيجي تشتغل تاني يبدا من الصفر. اوكي يا شباب انا بعرفكم الحاجه ديت عشان لو انت عايز تستغنى عن الستوب واتش في الشغل ممكن تتك على الار اي سي قبل ما تشتغل، والاتش قبل ما تشتغل تتك على الاثنين دول. اوكي عشان لو زميلك شغال قبليك انت هتيجي تشتغل بعديها هيعد بعد الرقم اللي زميلك كان حاطه. يعني لو زميلك كان 57 ثانيه فور اكزامبل انت هتيجي تشتغل هيعد لك من اول 58 59 60 دقيقه وهكذا. فاهمني؟ اظن فهمتوني دلوقتي. ده التمبريتشر وبنظبطها عن 37 درجه مئويه، وانت هتلاقي الجهاز مظبوط بالنسبه لك لما تيجي تشتغل. لو انت اشتغلت على الجهاز دهوت مفيش اي مشكله خالص. الجهاز فيه ووتر باس اهوت ووتر باس، واحنا ظبطنا هنا عن 37 فهيبقى درجه الحراره هنا 37. في بيكر، البيكر ده فيه ما لا يقل عن 600 مللي من الديستيلد ووتر، وقلت لك ممكن نغير الديستيلد ووتر دي ونخليها سيميوليتد جاستريك سوليوشن يبقى اسيدك، او سيميوليتد انتستينال سوليوشن ويبقى الكلاين مثلا فور اكزامبل. الجهاز بيعتمد على 6 تيوبس ده، كل تيوب من دول هتاخد 1 تابلت، كل تيوب من دول تاخد ايه 1 تابلت ارم متعلقه في الجهاز، وفيها 6 تيوبس. الستة تيوبس دول سهل جدا انك تخرجهم من الجهاز بسهوله جدا، اهي بتعمل ديتاتشمنت للستة تيوبس ده. هم شايفين من تحت في ايه، في مش سكرين من تحت عشان تعدي اي فتات يعني ديزنتجريت تخرجها بره خالص، بره الانبوب خالص، وبالتالي لما هيحصل كومبليت ديزنتجريشن هتقدر تبص من الانبوبه من بره كده وتعرف اذا كانت التابلت. لما التابلت يحصل لها كومبليت ديزنتجريشن مش هتلاقي اي بارتكل كبيره محجوزه جوه الانبوب ده. اوكي بنعلقها مكانها تاني، سهل جدا اهي بالسكرون اهو. اوكي وبنجيب 6 تابلت بالعدد، طبعا انت هيجي لك 6 بالعدد على قدك، 2 3 4 5 6 6 6 تابلت، تحط في كل انبوب من دول 1 تابلت. ادي 1 2 3 4 5 6. اوكي طيب عشان دلوقتي تو سيميوليت الجاستريك كونديشن اللي بيحصل في المعده بالظبط، ان الوولز بتتحرك يحصل بيرستاليس، بيحصل حركه امعاء وحركه المعده، والتابلت ممكن تخبط في الوولز بتاعت المعده عادي مع وجود الفلويد. بنروح جايين حاطين ديسكات، الديسكات دهيت اهي بنحطها عشان كمان عشان تو سيميوليت اللي بيحصل بالظبط في الجاستريك كونديشنز اهي. كل واحده اوكي هتلاقيها من تحت اضيق شويه من اعلى، تروح جاي عامل لها فيتنج بالظبط وتروح منزلها اوكي في المكان بتاعها. لو
احنا خليناك تشتغل، ممكن ما ننزلش الديسكات ديت عادي، مش هتفرق معانا في الشغل. اوكي لو موجودة هنخليك تحطها ساعتها، بس احنا بنخاف عليها ممكن نعينها. خلاص هي مش هتفرق كتير في الشغل بتاعك انت، فبالتالي انا بحطها عشان اعمل لك سيميليشن بالظبط اللي بيحصل في الكواليتي كنترول اريا. اوكي طيب دلوقتي انا خلاص حطيت سيت التابلت بتوعي، والميه بتاعتي مش اقل من 600 مللي قلت لك هنا في البيكر، والووتر باس خلاص 37 درجه مئويه انا مظبطه هنا. اروح جاي منزل الارم، تنزل الارم بتروح جاي فاتح السكرو، نفتح السكرو اوكي، وننزل الارم، ننزل الارم لحد الفيتر الثاني اوكي، او الفيتر الثاني، ونروح جايين ايه قافلين عليها، نروح جايين قافلين عليها بسرعه ونعمل ستارت بسرعه. انا نزلتها وعملت ستارت، شايفين ابتدى من واحد، خلاص انا اقدر اعتمد على ده في تسجيل الديزنتجريشن تايم. اوكي خلاص اذروايز انت معاك في نفس الوقت اللي انت بتنزل فيه معاك ستوب ووتش، اهي ستوب ووتش هنديها لك تشتغل ماشي، عايز توقفها في الناحيه الثانيه، عايز ترجعها للصفر، عايز ترجعها توقفها اهي وبعدين ترجعها للصفر كده. اوكي ده ازاي تشغل الستوب واتش، وانت عارف ازاي بتشغل الستوب واتش. خلاص احنا شغلنا الستوب واتش او اعتمدنا على الجهاز لو كان بادئ من الصفر اتس اوكي، وانت ممكن تخلينا خلونا نبدا من الصفر وتبص على كل تابلت على حده. شايفين اللي بيحصل دلوقتي، تابلت بتطلع وتنزل وبتخبط في الوولز وبتخبط في الديسكات اللي انا حاططها وبيحصل لها ديزنتجريشن، وانت شايفين ابتدت تطلع الفتات بتاعها بره في الميديا. بنتابع تابلت تابلت ونسجل القيمه بتاعه الديزنتجريشن تايم بتاعها لما تخلص خالص، لما تنتهي خالص. اوكي يعني انت شايف دلوقتي في بارتكل جوه، البارتكل دي لما ما تشوفهاش اوكي يبقى اذا تسجل التايم بتاعها وتمشي تابلت تابلت، لان هي مش كل التابلت هيحصل لها ديزنتجريشن في نفس اللحظه. اوكي خلصت مثلا، فنفترض ان هي رقم واحد دي اللي انت بدأت منها، خلاص رقم واحد دي حصل لها ديزنتجريشن، روح جاي باصص هنا عند 100 دقيقة و 22 ثانية بس، خلاص روح مسجل الأولانية دقيقة و 22 ثانية، الثانية دقيقة و 27 ثانية، التالتة وهكذا. طبعا أنا بقول لك إيه، بقول لك الافتراضي يعني، أنا مش هستنى لما التجربة كلها تخلص ويحصل كومبليت ديزنتجريشن، لا ده أنا هنكمل معاك السكشن أهوت. اقول لك قلت لك خلاص الميثود ووريتها لك، في بعض النتائج هي علمك ازاي. اي التابلت رقم واحد مثلا دقيقه و15 ثانيه، رقم اثنين كانت 55 ثانيه فور اكزامبل، الثالثه دقيقه و5 ثواني. اوكي طبعا دي ارقام كلها افتراضيه عشان اعلمك مش حاجه، انما هنا اصلا في ده احنا وصلنا دقيقتين دلوقتي اهوت، وفي يا دوبك واحده بس او قربت واحده قربت. اوكي فلسه يعني انت تبص اللي بيحصل مع اللي بيطلع معاك بالظبط تطلعه تكتبه. اوكي وفي بعض التابلتس لو نزلت لك ممكن تاخد 15 دقيقه كمان، يعني انت ما تعتمدش على النتائج من دماغك. خلاص الديزنتجريشن تايم اهو زي ما انتم شايفين، مينيت سكند مينيت سكند مينيت سكند، انا حاطط مينيت سكند بس لان انا المفروض هنا اهوت لما اجي اقول لك التابلت اللي احنا هننزلها انكوتد وهتبقى بوزين 15 15 مينيت، هتبقى وزين 15 مينيت يعني احنا مش هنحتاج خالص للاورز. وطبعا انت عارف ان في الاله الحاسبه ازاي تحسب تجمع الدور كلهم، محدش يقول لي دقيقه او 15 ثانيه يعني 1.15 غلط ماشي، او 55 سكند دي 0.55 دي غلط جدا، لا ده انت في الاله الحاسبه فيها اوبشن اوكي انك انت تعمل مش عارف عندكم حاجه اسمها ووات باين او اللي هي زي تدخل الساعات والدقائق والثواني، فانت هتدخل الدقائق الاول وبعدين الثواني وبعدين تجمع عليها الدقائق الثانيه والثواني الثانيه وهكذا. ممكن يبقى نعلمها لكم في المعمل لو لما تيجوا ان شاء الله بالسلامه. اوكي انا وصلت الثلاث دقائق اهوت، وفي واحده من الخمسه ما حصل لهاش ديزنتجريشن لسه كامل زي ما انتم شايفين كده، نشوف كده مش عارف هتشوفوها ولا لا، دي حصل كومبليت ديزنتجريشن اهو، في واحده لسه بيحصل لها ديزنتجريشن لسه ما كملتش ديزنتجريشن، فاحنا نمشي عليهم كلهم كده اهوت ونشوف. شايفين هنا ما حصل كومبليت ديزنتجريشن، كله كومبليت ديزنتجريشن ما عدا واحده ابتدت قربت خالص اهيت يحصل لها كومبليت ديزنتجريشن. خلاص يا شباب
طيب بعد ما تجمع الستة تقسم على ستة وتطلع الافريج تايم بنفس الطريقة. طيب انت مش عارف، انت مش عارف الاوبشن ده على الآلة الحاسبة، تروح جاي محول لي كل المينتس لثواني، ويبقى عندك دقيقة و15 ثانية، يبقى دي كده 75 ثانية زائد 55 ثانية زائد 65 ثانية زائد 60 ثانية اوكي زائد 80 ثانية زائد، حولتها كلها لثواني اوكي، وبعد كده اقسمها على 6 وبعدين اقسم الثواني اللي انت طلعتها على 60 عشان تطلعها بالدقائق لو انت عايز تطلعها بالدقائق، او سيبها بالثواني بس انا عشان ما تغلطش خليها دقائق وثواني اوكي. بعد ما تطلعها بالثواني اقسم على 60 عشان تطلعها بالدقائق والثواني اوكي او بالدقائق عشان تقول لي النتيجه بتاعتك طلعت كام. التيبل ده بتاع الريزلتس ازاي بنعمل ايه، بنعمل الريزلتس بتاعتنا ازاي، ازاي بنعمل الريزلت بتاعتنا. الانكوتد لازم تبقى تحصلها تفتت within 15 minutes، الافرفيزنس تابلتس within 5 minutes، السوليبل يعني تبقى قبل 5 minutes المفروض تحصلها تفتت. السوليبل اوكي، السوليبل تابلتس within 3 minutes، الشوجر كوتد within 16 minutes، الفيلم كوتد within 30 minutes اوكي. السوليبل تابلتس، وفي حاجه اسمها فاست ديزنتجريتنج تابلت بتبقى وزين 30 سكندز كمان اوكي. يبقى اذا على حسب الجدول ده انا اصلا شغال انكوتد، فانا لو حصل لو الديزنتجريشن تايم بتاعي دقيقه مثلا زي ما انت شايف كده اهوت 5 دقائق 10 دقائق 14 دقيقه 15 دقيقه اتس اكسبتد اوكي. لو 16 دقيقه ان اكسبتد اوكي. يبقى the previous results is accepted as the tablet's integration time was within 15 minutes for encoded tablets. لو within 15 minutes هتقول له دي accepted، لو عدت ال 15 minutes يبقى unaccepted. ايه الفاكتورز اللي بتأثر على ال disintegration time؟ طبعا الكونتنت من البايندر والاكسيبينتس كلها واللوبريكانت وكمية اللوبريكانت، كل دي حاجات بتأثر على ال disintegration طيب. نخلي بالنا من الكونتنت سبيشالي الكوانتيتي والكواليتي بتاع الديزنتجرانت واللوبريكانت، دي كلها حاجات بتاثر على الديزنتجريشن تايم. طيب الهاردنس، الهاردنس كل ما التابلت كانت مور اماونت اوف بايندر ده بيزود الهاردنس، لو زودت البايندر هي رجعنا للكونتنت، بس هو الكونتنت في الاخر بيديني هاردنس. يبقى اذا الهاردنس ممكن يقول لك التابلت دي هيحصلها ديزنتجريشن بسرعه ولا لا اوكي. الهاردنس ده بيعتمد على البايندر، وممكن الكومبريشن فورس ممكن تاثر برضه على الديزنتجريشن تايم. الديزاين اوف جرانيوليشن بروسيدور ويز ويتش ويل افكت ذا فيزيكال طبعا والبروبرتيز اوف ذا دراج اوكي. الجرانيوليشن بروسيدور نفسه ممكن ياثر على الديزنتجريشن تايم اذا كان ويت جرانيوليشن او دراي جرانيوليشن. طيب الديزنتجريشن تايم يوزنج كونيكال فلاسك، تعال نشوفها كده بالكونيكال فلاسك مع بعض. يبقى انا عندي الادوات بتاعتي، ادي كونيكال فلاسك فيها 50 ملي من الميه الديستلد ووتر، التابلت هناخد 6 تابلت بس منهم، مش مطلوب منك اكتر من كده، وهنشتغل تابلت افتر تابلت. كل اللي احنا هنعمله ومعانا طبعا الستوب ووتش اساسي، الستوب ووتش اساسي. يبقى احنا دلوقتي اهو الستوب ووتش بتاعتي مظبوطه اهيت، اروح جايب تابلت اهي واحطها واروح مشغل الستوب ووتش في ساعتها اوكي. وكل دقيقه هعمل حاجه اسمها سوايرلينج موفمنت مره واحده كده من غير ما تخلي التابلت اللي مرتين حوالين كده 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 مرتين اوكي. كل دقيقه هعمل مرتين كده اوكي، والستوب ووتش شغاله اوكي. كل ما تعدي دقيقه هروح جاي عامل ايه مرة كل يعني مرتين كل مرتين في الدقيقة اوكي. اول ما تيجي الدقيقة تخلص قربت تخلص اهي، وراح جاي اعمل ايه مرتين اهي. شايفين التابلت بيحصل لها ايه دلوقتي؟ ديزنتجريشن. كل
كل نص دقيقة يستحسن، أحسن كل نص دقيقة، يعني دقيقة كلها يبقى فيها مرتين حركة من دي. ادي نص دقيقة هتعدي، هي تيجي اروح جاي عامل لها ايه، ادي كمان تيجي الدقيقة، تيجي تكمل الدقيقة، كده احنا كده في الدقيقة التانية عشان ما تغلطش الاستوبوتش بتاعتك. اوكي ماشيين في الدقيقة التانية خلاص، اول ما تقرب تخلص الدقيقة واشوفها وابص عليها، لسه فيها حته كبيره، لسه ما حصلش كومبليت ايه ديزنتجريشن. اهي دقيقتين وعشر ثواني، اوكي قبل النص دقيقه ما نيجي عند نص دقيقه على طول اروح جاي عامل ايه، اهي ابتدى، شايفين دلوقتي دقيقتين ونص اهي، لما تيجي اهي شايفين الشكل ده، هو ده الديزنتجريشن كده، دقيقتين ونص بالظبط، اتنين ونص بالظبط، اصبحت ايه، اصبحت مفتتة تماما، مفيش اي كتلة كبيرة فيها، كده الديزنتجريشن تايم عملناه. اوكي نبص تاني بقى، تاني على البروسيدور عشان نظبطها اكتر. في البروسيدور اهوت اهو، روتيت ذا فلاسك توايس بير مينيت، توايس بير مينيت يعني مره في دقيقة، كل نص دقيقه مره، كل نص دقيقه مره، خلاص ماشي يا شباب، توايس بير مينيت زي ما انتوا شفتوني بعملها كده، تعدي نص دقيقه اديها لفتين وهكذا. وبعدين اعمل ديترمينيشن افريج تايم زي ما احنا قلنا قبل كده، خلاص الريزلتس برضو نفس الطريقه، بنفس الطريقة اللي عملناها قبل كده، بنفس الطريقة. اوكي وبعد ما تخلص تابلت باي تابلت، خلاص بعد ما هخلص اوكي اوريك دلوقتي الكاميرا، بعد ما تخلص دي خلاص، دي خلاص خلصت اهي، شايفين بقت كلها ديسنتجريت، كب ده كله وابتدي من جديد، اعمل واحدة والتانية والتالتة لحد ايه، لحد الخمسة، بس دي تتخلص منها، لازم تتخلص من دي. اوكي طبعا هي عشان ما تبقاش كونفيوزد، اول تاني احط التابلت سويرلينج نص دقيقة، سويرلينج كل ما تعدي نص دقيقة سويرلينج مرتين وهكذا. خلاص يا شباب يلا بالتوفيق ان شاء الله، كده خلصنا الديزنتجريشن تايم. شوف كده في ايه هنا في الريزلتس اهيت، نفس الطريقه وازاي نحسب برضو بنفس الطريقه، والريزلت بتاعتي تبقى اكسبتد لو هي within 15 minutes، والمره الجايه نتكلم على الديسوليوشن ريت.